يوجد وهم كبير يسيطر على من يحاول غض بصره، وهو أنه يقول أنا لا أستطيع، أنا لا أستطيع أن أغض بصري، حاولت ولا أستطيع، هذا أمر فوق طاقتي. لا، بل تستطيع. وهذا الكلام ليس أكثر من خدعة إبليسية صدقها الكثيرون. والله تستطيع. أتريد الدليل؟ كن معي في هذا المثال. لو أن سفاحا مجرما وضع السيف على رقبتك وقال لك ستخرج زوجتي الجميلة الفاتنة من هذا الباب، إذا نظرت إليها ذبحتك الآن، فخرجت زوجته، هل ستنظر إليها؟ والله لن تنظر. طيب، إذا تستطيع. بل سأذكر لك مثالا آخر، اترك الآن هذا المثال السابق، اتركه، يوجد مثال آخر أبسط من هذا، وأي واحد منا يمكن أن يتعرض له. لو أن رسالة إلكترونية جاءتك على جهاز الكمبيوتر وفيها صورة مغرية لأجمل امرأة في العالم، ولكن هذه الرسالة فيها ما يسمى بالفيروس، إذا فتحت الصورة فسوف يتلف جهازك وتذهب كل المعلومات والبرامج التي فيه، هل ستفتحه؟ تفتحه؟ طبعا لا. إذن أنت تستطيع أن تغض بصرك. سبحان الله، في حال إذا تهددت حياتنا بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدث مع السفاح، وإذا تهددت أموالنا وأجهزتنا الآلية بالخطر فإننا نستطيع أن نغض أبصارنا كما حدثنا مع الفيروس في الكمبيوتر. وأما إذا تهددت حياتنا بأن يصيبنا غضب الله تعالى فإننا لا نستطيع أن نغض أبصارنا. أليس غضب الله أضر من الفيروسات بكثير، وأضر من السيف بكثير، وأضر من كل شيء؟ بلى والله. فاترك عنك وهم أنك لا تستطيع، فهي خدعة قديمة من الشيطان، أنا أعرف أنها لن تمر عليك. يوجد علاج لغض البصر قليل من الناس من يستخدمه، مع أنه من أنفع أنواع الأدوية على الإطلاق. ما هو؟ إنه أن تطلب من الله أن يغض بصرك، وهو سيفعل لك ذلك سبحانه، لأن الله وعد من اعتصم به أن يعصمه، وهو قادر على ذلك. لا تستهن بهذا العلاج، والله هذا العلاج استخدمه الأنبياء لحل هذه المشكلة. يوسف عليه السلام لما راودته امرأة العزيز اعتصم بالله فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي، أول كلمة قالها معاذ الله، سأل الله أن يعيذه من هذه الفتنة، وفعلا امتنع عنها لأنه اعتصم بالله فعصمه الله. قال تعالى فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن. حتى أن امرأة العزيز لما امتنع يوسف عنها، مع أنها كانت جميلة، قالت عن يوسف ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، يعني تمنع بالله عني. فاستخدم أنت نفس السلاح، كلم ربك، كلمهم. قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قل له يا ربي أريد أن لا أنظر إلى ما لا يرضيك، اللهم أنت تعلم حاجتي وأنت قادر على أن تعصمني وأنا محتاج إليك، اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك. ادعوه، كلمه، فإنه يحب أن يسمع منك وسيستجيب لك، صدقني سيستجيب لك، لكن اسمعه صوتك. قال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فاستهدوني أي اطلبوا مني الهداية وسوف أهديكم. ومن أقوى العلاجات النافعة أن تستحضر مراقبة الله لك، وأن رؤيته لك أسرع من رؤيتك أنت للمحرمات. قال تعالى إن الله كان عليكم رقيبا وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني. لا خوف من الزوجة ولا من الوالدين ولا من أحد. قال تعالى أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. وأنت يمكنك أن تختفي عن أعين الناس، لكن مستحيل أن تختفي عن عين الله. قال تعالى يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية.